هذا الكتاب جايب الأدلة التي استدل بها السادة الشافعية، جايب كل شيء ضد الدليل. يعني من وين جاب الشافعية مثلا إباحة مثلا الميتة كما ورد الحديث؟ جاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي استدل به الشافعي على هذا الحكم جايبها، فهي معناتها أدلة أحكام. كل شيء أدل، ما في حكم ما أحد من الفقهاء ولا العلماء ولا الأئمة جايب قول من الأقوال إلا إلى دليل، ما في شيء من رأيه. من قال برأيه يعني كذب ولو كان صادق، ما يقول أحد برأيه، حتى لا بالقرآن ولا بالقرآن ولا بشيء، ما أحد يقول برأيه. طيب هنا الحديث قال عن ابن عمر لا أمن. آخر حديث قرأناه نحن نقرأه سريعا، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسلام صحيح. طيب هذا الحديث يدل على أنه، هذا الحديث بظاهره يدل على أنه يا لا يجوز للمرأة أن تغتسل من الماء الذي اغتسل به الرجل، ولا للرجل أن يغتسل من الماء الذي اغتسلت به المرأة، هذا الظاهر الحديث. لكن هناك أحاديث تدل على أنه الظاهر غير مراد، يعني مو معنى النهي، يعني معنى الحرمة، الأصل بالنهي هو الحرمة. إذا بقول لك لا تفعل هذا، شو معنى كلمة لا تفعل؟ أنه يحرم عليك أن تفعل هذا. لكن قد يأتي صارف يصرف هذا النهي إلى مثلا الكراهة، إلى عدم الإباحة، إلى الإباحة أو أحياناً الأمر يأتي للوجوب. هذا بأصول الفقه يقول لك الأصل بالأمر الوجوب، يعني يا أيها الذين آمنوا مثلاً وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كلمة كلوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب في صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة، أنه لا يجب عليك أن تأكل، لا يجب. طيب هنا أيضاً هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في صارف صرف هذا النهي إلى الإرشاد أو إلى الكراهة، وهو الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، يعني الماء الذي فضل عن غسل ميمونة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج لا يقال زوجين، زوج دائما يقال زوج، إلا قالوا إلا بالمواريث، ما بصير يقول زوج وزوج، يعني إذا تكون الزوج عن الرجل زوج وعن المرأة تزوج، ما عاد بتعرف هذا شو مين بياخذ النصيب منه، المرأة ولا الرجل. لذلك لا يقال في الأحكام زوج عن زوجي عن المرأة إلا في المواريث، لأنه الأصل زوجان، زوج وزوج، الرجل والمرأة اسمه زوج. طيب فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ماء ميمونة، فدل على أنه النهي السابق هو للإرشاد وليس للنهي الحكمي. أيضا في حديث أنه اغتسل بعض أصحاب أزواج بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يغتسل. هلا هون الأحاديث دلت على إرشاد أنه حتى يصير ملاطفة بين الزوجين أن يغتسلا جميعا، يعني معا، وهكذا كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا الأمر بيزيد الألفة، بيزيد الألفة بين الزوج والزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والسيدة عائشة بإناء واحد، كما قال السيدة عائشة تختلف يدي ويداه، تختلف إيده وإيده، حتى ربما كان أحدهما يسبق الآخر بالغسل، فكانت تقول له دعني أو يقول لها دعني. يعني كان هذا الواحد ما في مثلا، ما كان عندهم الخزانات أو المياه، فكان ما في غير الماء، هذا شوية مي يعني، فإذا اغتسل في يوم واحد مثلا وقت على حاله مي روح المياه، يقول له خليني شوية مي، فكان تقول له دعني ويقول لها دعيني. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولب فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن التراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه.
وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. هلا في عده روايات، اما اولاهن، في روايه كمان احداهن، في روايه اخراهن، فكانه اصح الروايات هي اولاهن. اذا ولغ الكتاب فهو طهور، طهور الفعل، طهور بالطاء بضم الطاء، طهور الفعل، الطهور طهور، طهور هو الماء الذي يتطهر به، سحور سحور يعني فعل السحور، اكلنا وناكل السحور هذا اسمه سحور. اما الطعام الناكل شو اسمه بالفتح؟ سحور، سحور. فهون طهور اناء احدكم اذا ولغ، يعني ولغ يعني اكل او لمس، اذا ولغ فيه الكلب، اذا اكل فيه او شرب منه الكلب فليغسله سبع مرات، هذا امر تعبدي، سبع مرات احداهن. هلا احداهن سواء كانت الاولى او قبل الاخيره او حتى الاخيره، كلمه احداهن تطلق على الكل. احداهن بالتراب، نعم. هلا هون الفقهاء قال كل الكلب، كل، بعضهم قال لا مثل الظاهري هذا اذا ولا يعني سواء من جسده كله حتى من بوله هي مو مثل الفم. السادة الشافعي بيقول لك اطهر شيء في الحيوان هو فمه، دائما لذلك يلهث، ان تحمل عليه يلهث الكلب او تتركه يلهث، دائما طالع لسانه سواء كان تعبان ولا كان مرضاه او يتغير. فلذلك قالوا اطهر شيء في جسد هذا الحيوان هو فمه، فمن باب اولى ان يكون سائر جسده مثل فمه. فاذا ولغ في اناء احدنا يعني اكل او شرب او وضع فمه او دار بشيء، بس دار انتبه بيقول الفقهاء جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. يعني احيانا بمر الانسان في كلب بدقه بثيابه، هذاك جاف وثيابه جافه فهذا طاهر عن الفقهاء. لكن هلا هون السؤال، سبع مرات اولاهن والاخراهن، الاولى ان تكون الاولى، ان تكون الاولى حتى، فكيف يساوي؟ بننثر عليه تراب يمشي الحال، بينثر تراب بعدين بيغسل ست مرات، او بيغسل ست مرات بعدين بينثر تراب، هذا طريقه اخرى. في بعض الفقهاء قالوا طريقه ثالثه وهي ان تخلط التراب بقلب الماء، يصير يعني مثل ماء عقيق، فهذا جائز. طيب هل يحل محل التراب الصابون او غيره من المطهرات؟ لا يحل مهما كانت هذه المواد. ليش؟ اثبت العلم الحديث، اثبت العلم الحديث ان هناك جرثومه ما بتزول هذه الجرثومه الا بالتراب، ولو بتقل اجزاء المبيدات دائما بتزول. طيب هذول اللي بيقعدوا بيناموا هن والكلاب بفوتوا على الحمام بيقعدوا هن وياه وبنباليو وبغسلوا، هل يطهر؟ لا يطهر. ليش؟ لانه نجس العين. كيف شو نعرف نجس العين؟ يعني مثل اذا واحد جاب شيء نجس عذر خنزير مثلا، او جاب مثلا لك الروس، هذا مو الروس بعد الزيت، جاب شغله هي نسيت، قد ما غسلها بتم نجس، وهذا الكلب نجس قد ما غسلوه بتم نجس. طيب هل حكم الخنزير مثل حكم الكلب؟ الساده الشافعيه قالوا الحكم واحد. الفقهاء الباقين قالوا لا، لأنه نص الحديث على نجاسة الكلب. طيب معناته انقسمت هلا النجاسات إلى ثلاث أقسام. نجاسة مغلظة، كلمة مغلظة لا تزول إلا بالماء ست مرات وإحداهم السابعة بالتراب، هذا هو نجاسة الكلب. نجاسة مخففة، مخففة بكفي أن تنضح الماء عليها بس بخ. شو هي؟ بول الطفل يلي ما اكل بس بيرضع رضاعه، هذا اذا بال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في على حضنه حاضر الطفل صلى الله عليه وسلم، فبال هذا الطفل فكانه جاءوا بالماء من اجل ان يغسلها، فاخذ الماء وبخ ورش عليها، نضح عليها، هذا نجاسه. اما الطفل انتبه، الطفل لا لا، الانثى غير الذكر. بتقول لي يا اخي ليش الانثى غير الذكر؟ اثبت العلم الحديث
انه بول الانثى غير بول الذكر، كانه قالوا حوضه الى حوض اكبر او شيء، لكن بول الانثى غير بول الذكر. ايضا الشيء الذي كمان ينضح منه النضح المذي، المذي الذي يخرج يعني عند الشهوه، هذا المذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح منه فقط يكفي. نضح سمعه النضح يعني تاخذ ماء وترش عليه، مو ضروري تحطه على المغسله وتروح تغسله. اما باقي نجاسات سائر النجاسات نجاسه متوسطه، لا هي ثقيله ولا هي خفيفه، لا تزول الا بالماء، الماء مره واحده. يعني بشرط شو؟ بشرط ان يكون الماء واردا. يعني مثلا في ناس بيساووا هلا مثلا السجاده تنجسه، بيروح بجيب ممسحه وبيصير بيفرق فيها. فرق فيها شو سوى فيها؟ نشر النجاسه بتاعت تنتشر اكثر. لابد ان تكون المياه وارده، ان ترد على الشيء وتمر عليه. يعني لا قدر الله، ان شاء الله ما حدا بيجينا هلا على السجاد بيدور ولا شيء ولا بيشغلنا شغله طويله عريضه. لابد ان ياتي ان يرتفع السجاد ويمر عليه الماء وياخذ النجاسه ويجيها. اما اذا كترت يعني كانك كترت النجاسه وسعتها، في ناس جهال يعني بجهلهم بظنوا انه اخي خلص بكفي المسحه. في اشياء تكفي بالمسح، هذا بمر معنا، اللي هي الاشياء المصقوله، سيوف. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتلوا سيوفهم، الدماء دماء الكفار نجسه، فكان يمسحوا سيوفهم يحطوها بالاغمده ويصلوا. فمثلا مثل شو البلاط، البلاط يكفي المسح، ان تمسحه شيء مصقول يعني بكفي. طيب عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهره انها ليست بنجسه. الهره الى اسماء كثيره، الله يرحم شيخنا الشيخ صادق، كان يقول كثره الاسماء دليل اما على شرف المسمى او على خسته. يعني مثلا السيف مدري له كم اسم، الخيل له اسماء كثيره، الاسد له اسماء كثيره، احيانا اشياء بخستها منها هذا الهر. قال في واحد مره صار هر، قام اخذوه يبيعوه، قام قال له واحد كم تبيع هذا الهر؟ قال له بعشر دراهم، قال له لا يساوي ولا درهم. رد واحد قال له كم تبيع هذا الكل؟ قال له بعشر دراهم، قال له لا يساوي شيء. رد واحد قال له كم تبيع هذا الضيقه؟ قال له بعشر، قال له لا يساوي. رد قال له السنو كم تبيع هذا السنو؟ له اسماء كثيره، فقال له لا يساوي شيء. فلحسوا ان قاتلك الله، ما اكثر اسمائك اسماءك وابخس اسماء اثمانك، اسماءك كثيره لكن اثمانك بخس. لذلك هذا الهر قال انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم او الطوافات، كان الروايه يعني شك الراوي، من الطوافين عليكم او من الطوافات عليكم، اخرجه الاربعه وصححه الترمذي وابن شو معنى هذا الحديث وشو نستدل منه؟ أول شيء الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ فجيء له بالماء، وإذ بجاية هرة فتشرب فتدلى دلى لها الإناء، ميلها، ميل الإناء مشان تشرب. نحن شو نساوي؟ شوف أخلاق أو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حجر أو إذا ما شرف برجله أو ما شوف أخلاقنا وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المرأة في الناقة في هرة، ودخلت الجنة أو بالأحرى غفر الله تعالى لمومسة في كلب. مومسة امرأة زانية مرت على كلب فرأته يلهث من العطش، فأخذت خمارها ونزلت إلى البئر وسقت هذا الكلب، فغفر الله لها بهذه السورة الكلب. طيب المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى امان لها الاناء فشربت، فقال يعني نظر من حوله كيف تفعل ذلك، فقال انها ليست بنجسه، انما هي ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم او من الطوافات عليكم. يعني تطوف في البيوت، تروح لهم تروح، ما صعب التحرز منها. كذلك يقاس عليها شو؟ الفاره. فرغ هي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شو سماها؟ فويسقه. الفاسق كثير الافساد، فهي فويسقه صغيره يعني، ما
صار اسمها فويسقة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة. بتاخذ مرة بتعلى فوق البغلاب، مرة فوق الحمصات، مرة بتاكل هون، مرة بتاكل هون. إذا بدك تروح تدور على مدارس أحيانا، مو بس الفارة اللي بيطلع من الفارة، أحيانا بيمروا على الأكل. ربي يسر، كنا بزماننا أيام حصار يعني وقت كنا بجنوب المهجر، يباع بياكل طحينة مثلا، معنا طحينة، طلع يطلع له تعاف الجردون وقت عليه، إلا مر بمشي هذا. المهم فمعناتها هذا ما عفوا عنه حتى، بس عند السنة الشافعية في أمر، عند السنة الشافعية، عند السنة الشافعية إذا وجدت أو رأيت أنه هذا القطة أو القط رأيتها يأكل نجاسة وبعدين أكل من هذا الإناء، معناتها تحكم على هذا الإناء أنه نجس، خلافا لبعض الفقهاء قالوا الحديث ظاهر سواء أكلت نجاسة الهرة أو لم تأكل، خلاص طهر طاهر. يعني طاهر مطاهر، يعني هو طاهر طاهر طاهر، قال هذا حكما نحكم عليها بالطهارة تخفيفا. المشقة قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير. صعب صعب أن الأجلة اللي مثلا واحد صعب لازم كل شغله يدير باله ما تمر عليه الفارة. أحيانا واحد عايش مع فيران في بيوت مليان فيها فيران، يطلع من هون يفوت من هون، يصير عادي يعني يصير صحبة اثنين وياه ما في فرق بيناتهم. يعني أحيانا في نساء بأمر عادي يصير عنده ليش؟ شيء بملي. أما في نساء ما بيشوفوا مثلا هي الفيران، إذا طلعت لها فارة بصير تتعلق السلام تعال يجي فارة، وأحيانا صفوت كمان. طيب عن أكمال هالأشياء هي صراصير كذا، لو مرت فوق الأكل هذا إذا انتبه عن طهارة، طهارة أعطيك عليها طهارة شرعية، بس أحيانا إذا واحد مرت هيك فارة بيكون كله يمكن بشوف كل شيء، هذا كطهارة الناحية الشرعية طهارة. طيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. أولا الأعراب كانوا كثير الجهال، الأعراب من العربي، انتبه الأعرابي غير العربي، الأعرابي سكان البادية، هذول بعيدين عن الناس، بعيدين عن العلم. طبعا هلا صار في عندهم علم وصاروا غير، بس كانوا بالأصل أنه هذول بعيدين عن الناس، بعيدين عن العلم، ذلك أكثر جهلا. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فهذا الأعرابي ما بيعرف شيء، أجا فكر هالمكان المسجد في يعني مثله مثل أي مكان، أجا أخذ زاوية وبول بالمسجد، فالصحابة مباشرة قتلوا أو يمنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحكيم يعني المعلم المربي، هلا هون في امرين اثنين، في مفسدتين احداهما اعظم من الاخرى. الاولى هو انه يترك هذا الاعرابي يقول، هذا مفسده، لكن في مفسده اعظم اذا منعناه، شديناه لهذا الاعرابي منعنا، شو بيكون سوينا؟ ثلاث شغلات صار معه حصر بول، لوت او عيش، اخذ النجاسه صارت النجاسه اكثر من المكان، وصارت المفسدة أكبر زمانها. أما تركه أن ندعوه فكمل بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا ينبغي فيها شيء من هذا الأدب، لا يصلح فيها شيء من هذا القدر أو هذا الأدب. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المعلم. وقال صلى الله عليه وسلم أهريقوا، أهريقوا يعني كبوا، أهريقوا عليه ذنوبا، ذنوب وعاء يعني ذنوبا مما. هذاك لما لقى اخلاق النبي بهذه العظمه فشو قال له؟ قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجرت على عظيم، يعني رحمه الله واسعه حجرت عليه. هلا هون الامر اذا كانت الارض لا تطهر الا بأن تريق عليها الماء. يعني شو هي الأرض؟ مو البلاط، انتبه، البلاط ما بيمشي حاله. الأرض اللي بتتشرب بينزل الماء، تراب، حصى، كلها هي
تغريق عليها بالماء فالماء فعندها خلاص. بعض الفقهاء منهم السارة الحنفية بس لكن ما لهم دليل، فلا في دليل، في لهم دليل انه اذا نشفت تجف، واذا شفت بالشمس، الشمس تعتبر عندهم مطهر الارض يعني، مثلا بالا احدهم بالارض فاجت عليها الشمس فنشفتها تعتبر هذه النجاسه يعني خلاص طاهره على الارض، عفوا هذه الارض طاهره عند الساده الاحناف. عند الساده الشافعيه يقولون انه هذه الارض نجسه حكما، شو حكما؟ نحن ما لنا شايفين النجاسه لكن نحكم عليها بالنجاسه، هذه لا بد من اراقه الماء عليها. عرفنا شلون؟ عدد العيد الحديث عن انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه من المسجد، طائفه يعني طرف المسجد، فزجره الناس يعني نهروا ومنعوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن زجره، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني وعاء من ماء فاغريق عليه. متفق عليه. لكن مثل ما قلنا انه الارض البلاط، الارض البلاط يعني يكفي فيها المسح، يمسح يعني تجيب خراب بيمسحها بيغسل الخراب برد بيمسحها مره ثانيه، مسقوله مسقوله. الاواني كمان كذلك، كل شيء، كل اسطح، بلور، بلور اجت عليه نجاسه يكفي المسح، خلاص مسحنا طيب. طيب حديث ناخذ هذا الحديث ما بعرف اذا بتحبوه الاخير او قبل الاخير. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والبود، واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف. طيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلت لنا. من احل؟ من الذي احل؟ الذي يحل ويحرم هو الله الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، يعني لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا يعني احلها، ولما يقول الصحابي وحلت لنا كذا معناته احلها لنا رسول الله، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل من عند نفسه وانما هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. وحلت لنا ميتتان، الميتتان ما مات حتى فأكفه، هذا اسمه الميتة، أن المذبوح، المذبوح ما اسمه ميتة. لذلك المشركين، المشركون حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم انه أنقتل، أن أكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعني اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه كيف نحن اللي بنذبحه نحن بناكله، يعني اعترضوا على الشرع، على شرع الله، انه كيف نحن بناكل اللي نحن بنذبحه ولا نأكل ما مات الله. هذه الميتة صار الدماء اللي قلبي منها قلبت الجراثيم، فهذا طبعا طبيا أحل الله أحل الله البيع وحرم الربا، خلص حكم أحل الله حرم الله، خلص لا نسأل عن العلة عن الحكمة إلا إذا كان معلول. يعني شلون كلمة معلول؟ يعني إذا كان الحكم معلل بعلة نبحث عن العلة، وين ما وجدت العلة هذا بالقياس، بالقياس الإنكار، وين ما وجدت العلة وجد المعلول اللي هو وجد الحكم اللي هو الحرمة. مثلا علة حرمة الخمر هو الإسكار، فوين ما وجدنا شراب يسكر فمعناته نقول هذا حرام، مو شرط يكون من العنب او غيره، من عنب او من التمر او غيره، مهما كان هذا الشراب اذا كان يسكر ولو كان يسكر كثيره، ما اسكر كثيره فالرشفة منه حرام، معلول هذا. اما اذا امر مو معلول ما في عله، يعني شلون مو معلول؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الربا، لا تسأل شو العلة، خلاص كل شيء ربوي حرام. مثلا أوجب الصلاة، ليش ركعتين صلاة الفجر؟ هذا أمر مو معلوم وليس لا نعلم منه الحكمة، إذا علمنا الحكمة فهذا أمر جيد، ما علمنا خلاص سمعنا وأطعنا. هلا بمر معنا أحاديث مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، طيب شو الحكمة؟ ما بنعرف. إذا عرفنا الحكمة بها ونعمة زيارة على الفضل إخفان السجارة، ايه جيد. شو العلة؟ ما هي؟ مكروهة ولا هلأ اتفق جمهور العلماء على حرمته بسبب السبب الضرر، السبب الضرر. جاب الباغوري في شرحه على ابن القاسم الغزي، ها
حتى هذا كان بالاربعينات بيقول لك التتن، هذا بسموه تتن كان هذا التتن حرام بسبب شو؟ كان اول ما يعرف انه فيه ضرر، بس كان يقول حرام لانه لا نفع فيه. بس لكن ثبت عند جمهور العلماء والاطباء وغيرهم انه مضر، فاذا ثبت انه حرام بقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهو من الخبائث. طيب احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان كلمه ميتتان ما مات حق فانتين منت دون هذا ما اسمه ميتين لدنا. فاما الميتتان فالجراد والحوت. الحوت شو معنى الحوت؟ يعني كل ما هو من سكان البحر. الحوت الاصل هو السمك، يعني السمك، بس السمك وغيره. ليش؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور، هنا سئل على البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما مات في البحر مما يسكن البحر، انتبه زي شاف غنمي مثلا وسقطت في البحر بنقول ميتة البحر، لا هذه ليست من سكان البحر مما يعيش في البحر، اما ميتة البحر ما يعيش فيه. فالجراد والحوت، فالجراد بتاكل والله ناس بتاكل بياكلوه يعني. ذكرنا الشيخ صادق رحمه الله عليه انه سنه سبر برليد، سبر برليد 1910 اصاب الشام شو اسمه مجاعه، فغزا احيانا هذا الجراد بيجي نعمه احيانا بيجي نقمه، اذا اجى بحاله السعه فنقمي على اهل البلد، اذا اجى بحاله الشده والضيق فهذا يعني مثلا لو كانت المناطق المحاصره مثلا اجاها جراد بكون الله رحمه. فكانوا اهل الشام بهذاك الوقت يمونوا الجراد، صار يمونون يعطوه مكياس ولا يمونون، لا جراد لا اخذ جراد بالطاقه في هيك والله انا ما اخذ جراد بس بيهموا البطن بيهموا البطن. في ناس بالصين بيساووا الفلاصين ولا شيء، فالجراد يعني قدام الهيئه. طيب فالجراد والحوت. واما الدمار فالطحال والكبد. الطحال هو كانه الطحال هي جنب الكبد، الكبد اللي هي السوداء، السوداء هي اصلا دم منعقد. شو كانوا اول يساووا؟ على زمن الجاهليه اذا كان ضيف راكب مثل حكايتكم فكان يذبحه، اما اذا ضيف مو كل الأرض مثل مني فكان يجيبوا له هيك مثل شغله يعني كرشي او شيء شغله ويعبوا فيها، يضربوا سنام الابل وياخذوا منها الدم ويعبوا كيس دم ويشفوه ويقطعوا بعد يشفوه ويطلع مثل السوداء. بس هو هذا حرام. شو قال في كان لنا الله يرحمه الشيخ؟ ما حرم القرى من فسد له، الفسد يعني الدم، هذا الدم يعني ما حرم القرى ضيافه، يعني ما حرم القرى من فسد له، من فسد له فهذا حرام. جاء الشرع قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة يعني ما مات او دما مسفوحا. الدم المسفوح حرام، اما الدم اللي بالعروق هلا اذا جبت شفت التحمية وحطيتها لاعقر ثانية بيطلع منها الدم. طيب لو ما انا اعقر دغري سويتها وقتلتها، طيب هذا الدم اللي بقلب العروق شو هو؟ قال هذا معك هذا الدم اللي بالعروق او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. شو معنى اهل لغير الله به؟ يعني سمي او ذبح على غير اسم الله، يعني للشيخ الفلاني، على روح الشيخ محي الدين ابو العربي، على روح الشيخ كذا الى الله يعطيك العافيه. ما في هي ميته ما عاد تؤكل، ما عاد تؤكل. اجى الحجي على شرف الحجي ذبحوه الله يعافيه. بسم الله معلش، بسم الله مشان الحجي معلش، بسم الله مشان الغايب بسم الله، لكن ان يذبح على اسم الله. اما اذا ذبح على غير اسم الله فهذا حكم الميتة. طيب فاما الميتتان فالجراد والهود، واما الدمان فالطحال والكبد. طيب ناخذ هذا الحديث الاخير بعد منه، مع سامحني طولت عليكم شوي. الحديث الاخير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب، ليش سمي ذباب؟
أو يفهم الشيخ كان يقول لأنه كلما ذب آبى، كلما ذب يعني في آبى الرجل، يقولوا ذاكرة الذبابة 3 ثواني أو 4 ثواني، وقت بتكشها بتنسى إنك أنت اللي كشيتها، بترد ترجع عندك، عشان هيك اسمها ذباب، كلما ذب آبى، مشكلة الذباب. طيب إذا وقع الذباب، هلا الذباب الجراد والذباب والناموس والصراصير والذنبور والنحلة كله هذا ما لا دم له سائلة، يعني إذا وقع في إناء ما بينسه، ليش؟ لأنه ما في دم، ما في دم يعني ما في نخوة، لا ما في دم يعني هلا في ناس ما فيهم دم معناته ما فيهم نخوة، بس لا هذا معناته ما في له دم، ما في له دم، لذلك طاهر يعني الإناء طاهر، إلا إذا جبنا كوشة ذبان كتيناهم قلب الفطر، لا هذا نجيس هذا، فهذا إذا وقع بنفسه. فهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم شو يساوي؟ كخ فركب لا فليغمسه، يا طيب يغمسه، طيب نشوف كم الحديث، فليغمسه ثم لينزعه، يغمسه ينزعه، ليش السبب؟ قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية أبي داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الدبانة مو بنت حلال، ليش؟ لأنه لك في جناح الأيمن، طبعا جناح الأيمن فيه شفاء، يعني هو مضاد حلوي حيوي، أثبت العلم أنه بالجناح الأيمن في بالجناح الأيسر في داء، بالجناح الأيمن في المضاد الحيوي لهذا الداء، وهذا على قد ما له بالحلال الدبان بينزل على الجناح الذي فيه الداء. فانت جبتك احيانا يكون غرقان بالاناء بس بعده، اما لما نزل بس اوله هلا اعترضوا بدون التبعات الماديه، قال لك شو هالحديث اخي، اذا ثبت الحديث امنا وصدقنا، سواء اثبت العلم ذلك او لم يثبت، نحن بنبحث عن العلم والحكمه العلميه لحتى تزداد يقين وايمان، لكن نحن مؤمنين قولا واحدا، سواء ثبت او ثبت خلافه بالعلم، ولو ثبت خلافه بالعلم أثبت العلم الحديث على أنه في جناح الذباب الأيسر فيه داء في مرض يعني، والمضاد الحيوي لا يوجد فيه شيء من الأرض إلا في هذا الجناح الأيمن اللي هو المضاد الحيوي الأرض، فلما وقع الذباب شو بيساوي؟ تغمسه تنزعه، إلا أخي بقرب هذا خلص الذباب راح. حتى أثبت العلم شو قال تعالى؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لما بياخذ الذبان شيء مباشرة تتحلل وتدخل في خرومه، لا يستطيع أحد أن يستنقذه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب منه. الحمد لله رب العالمين. إذا في أحد عنده سؤال أنا جاهز، أنا مالي عالم بس لكن على قدر علمنا نجيب، ما يعني ما كان عندنا إجابة له، إن شاء الله بنحوله لنهار ثاني نبحث عن مسألة نجيب. أنا ناوي إن شاء الله أحط يعني للأسئلة الشرعية يعني رقم هاتف، إذا أحد يحب يسأل أسئلة شرعية يعني أنا جاهز. الحمد لله رب العالمين، أوزيكم خير على حسن استماعكم.